السلام عليكم. معانا في البرزنتيشن ده مرضين اتنين، مرض الفاول بوكس او الافيان بوكس، والمرض التاني هو الافيان انسفالومايلايتس او الابيديميك تريمور. مرضين صغيرين هنقولهم على طول في 10 دقايق. الفاول بوكس ده مرض تبع عيلة البوكس، بيتميز بتلاتة فورم. عايزين نعرف من كل فورم موجود فين وشكله ايه او بيعمل ايه. عندي كوتينياس فورم، موجود فين؟ في الانفيزرد سكين، الاماكن اللي مفيهاش ريش. عندي ديفسيريتك فورم، موجود في اوبر دايجستيف او ريسبيراتوري تراكت. وعندي اوكيولينيزال فورم، يعني حوالين العين او الايه النوز. ثلاثة فورم الأولاني الكوتينيوس اللي موجود في الأنفيزرد بارت، ده بيبدأ كسمول فيزيكل، مع مرور الوقت الحجم بيزيد واللون بيتغير، يبقى اللون يبقى بني ويكوني وارت لايك نوديول شوية، وتبدأ النوديول دي يحصل لها شيدينج، تبدأ تقع وتسيب كراست. تمام، دي منظر لانفيزرد بارت. تمام، في الكومب وموجود فيه الايه النديول. الفورم الثاني الديفسيريتك فورم، ده موجود في الابر دايجستيف ابر ريسبيراتوري، عباره عن يلوش ديفسيريتك ميمبرين او يلوش تشيزي ماتيريال او يلوش تشيزي بليك، اي مصطلح من دول صح. ايا كان المصطلح، لما بتيجي تشيل الممبرين ده بيبقى تحتيه بليدنج سيرفس، وهنا بيبان اهو اليلوش ديفسيريتك او اليلوش بليك او اليلوش كازيات ماتري. الاوكيولونيزال فورم ببساطة خالص، ده بيبقى فيه يلو فيسكيوس ديستشارج، بيخلي الايليد ستيك توجذر، افراز بيلزق الجفون مع بعض. تحت الميكروسكوب سطر واحد بنلاقي بولينجر انتراسيتوبلازميك انكلوجن بادي. الانكلوجن بادي دي موجوده في ايبيثيليوم، الايبيثيليوم دوت هايبر بلاستيك يعني عدد طبقاته كتير، وفي هيدروبيك ديجنريشن ونكروز. يبقى بنلاقي انكلوجن بادي في ايبيثيليوم هايبر بلاستيك ويعاني من هيدروبيك ديجنريشن. المرض الثاني الابيديميك تريمور او الافيان انسفالومايلايتس، ده مرض عصبي بيتسببه البيكورنا فيروس. المرض ده عصبي، يعني الأعراض حاجة زي الأتاكسيا، تريمور، سيتينج اون ذا هوك، وبعض السيرفايفرز من الدواجن دي بتعاني من كاتاراكت في الآي. بالعين المجردة ألاقي ليجون إيه؟ مقدرش ألاقي غير إن الجزرد عليها وايتش إيريا. تحت الميكروسكوب نون سابيوراتيف انسيفالايتس، وياريت نقارنه مع الجزء العصبي في النيوكاسل والجزء العصبي اللي فيه إنفلونزا الطيور. نون سابيوراتيف انسيفالايتس مع بريفاسكولار كافينج، مع جلايوسيز، مع حاجة مميزة هنا اسمها سنترال كروماتولايسيس. تمام، والليجون في حالة الابيديميك تريمور مكانه فين هنا؟ في الميد برين بارتيكولارلي. تمام، طيب تحت الميكروسكوب اقدر الاقي حاجة تاني؟ احنا قلنا بالعين المجردة بنلاقي وايتش اريا في الجيزرد، تحت الميكروسكوب الاجزاء دي بيبقى فيها dense lymphocytic aggregation
ما بين المسل فايبر بتاعة الايه بتاعة البروفنتريكولس. هنا شايفين صورة للكاتركت اللي موجود في الاي، وهنا صورة بتوضح بعض الأعراض شكل الأتاكسيا، إن هو مش قادر يحافظ على التوازن بتاعه، تريمور، سيتنج على الهوك، تمام. وهنا مجرد مراجعة بسيطة صغيرة جدا، أدى البرين بتاع الطائر، هنا السريبرم، اتنين السريبيلم، تلاتة البرين ستيم. في السريبيلم عندي في كذا طبقة، عندي البركينجي سيل لاير، عندي الوايت ماتر، عندي بعد كده الجرانيولر لاير، الموليكولر لاير. والمرض ده بكل بساطة بيتميز عندي بالحاجتين اتنين، اللي هو السنترال كروماتو لايسيس ده رقم واحد مع البريفاسكولار كافينج. وشكرا.